متابعينا اهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسهم واتجاهات، ومعنا الان على الهاتف الاستاذ نبيل بيرم رئيس قسم الابحاث بشركه المجموعه السويسريه. مرحبا بك استاذ نبيل. اهلا بكم. اهلا بك. يعني السهم الاول معنا في حلقه اليوم هو التجاري الدولي، هذا السهم تراجع اليوم ب 2.16% في المئة، وصل إلى مستويات 40.69 جنيه. حضرتك تعلم جيدا أن التجاري الدولي يتداول له شهادات إيداع في لندن، وربما هذه الشهادات وهي ما أثرت على أداء السهم في جلسة اليوم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في ضوء ذلك، كيف ترى أداء التجاري الدولي في الفترة القادمة؟ ما هي أهم التوصيات والمستهدفات؟ بالنسبه للتجاري هو بيستكمل اتجاهه الهابط، بدانا الويب الهابط الثاني بالنسبه للتجاري بدايه من مستوى 44 خلال الاسبوع الاول من جون، تسفينا حاجز 42.20 لاكد اتجاهه التصحيحي الاخير. حاليا بنتحرك في اخر ويب هابط، اعتقد انه هيستكمل اتجاهه الهبوطي. عندنا مستهدف بالنسبه للتجاري راجع للمتوسط مستويات 36.5 ومستويات 35.80. الدعوم والمقاومات الاسبوعيه بالنسبه للتجاري 39.60 لدعم خلال الاسبوع الحالي. اعتقد ان احنا كان عندنا افادات في نفس اليوم المستويات 39.60 ومستويات 38.25 دعم اخر خلال الاسبوع الحالي. مستويات المقاومه الاسبوعيه موجوده عند مستويات 41.40 مستويات 42.20، ده مستوى مقاومه اخر خلال الاسبوع الحالي. اعتقد خلال الجلستين القادمتين هيكون عندنا افاده مضاربية وبعدها هيستكمل اتجاهه الهبوط. نعم. طيب السهم التالي هو سهم عمر جروب. عمر جروب اليوم تراجع ب 7.14%، وصل إلى 26 قرش. هو طبعا عمر جروب يتداول في قطاع العقارات، هل تأثر عمر جروب رغم الأخبار الإيجابية التي جاءت على نتائج الأرباح في الربع الأول، هل تأثر بانهيار أو تراجع قطاع العقارات في العالم بعد خروج لندن من أو بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أم أن هناك بعض الأخبار التي تخص عمر جروب هي ما أدت، أو بعض التحليل الفني أو الفنيات هي ما أدت إلى تراجع السهم بهذه النسبة الكبيرة كذلك؟ ما هي التوصيات والمستهدفات؟ بالنسبة لعامر، هو بتداول عن مستويات متدنية للغاية. حاليا تداولات عامر تحت قيمها الدفترية. ماليا عامر أداؤه خلال الربع الأول أداؤه جيد، عندنا زيادة في أرباح فريم 36% بالنسبة لعامر. أعتقد أن المستويات حاليا مستويات متدنية. فنيا حاليا بتداول عند المستويات الدنيا، المستويات الحالية في عامر أعتقد أنها أوفر سول، مستويات فيها تشبع طبيعي، مستويات حالية مستويات شراء بالنسبة لعامر. بالنسبة للدعوم عامر أسبوعية مستويات 29 ومستويات 26 لدعوم بالنسبة لعامر خلال الأسبوع الحالي. مستويات المقاومة موجودة عند مستويات 29 ومستويات 33، كسر حاجز 33 خلال الفترات القليلة القادمة هيغير اتجاهه الهابط لمستهدفات 46 و53 في الاجل المتوسط. عندي اعاده شراء بالنسبه لعامر فوق مستويات 35، بالتالي المستويات الحاليه بالنسبه لعامر المستويات بعتقد انها مستويات شراء، واسعارها الحاليه اسعار متدنيه، بالتالي توصيات بناء مراكز على المستويات الحاليه. نعم. طيب السهم الأخير هو سهم القلعة، هذا السهم تراجع اليوم بثمانية وتقريبا 4.4%، وصل إلى 98 قرش. يعني هذا السعر يعتبر السعر الأدنى بالنسبة لسهم القلعة بعد أن كان قد وصل إلى أدنى سعر له يوم 22 يونيو الماضي، يوم الأربعاء الماضي وصل إلى 1.04 جنيه. اليوم يكسر نقاط الدعوم ويصل إلى 98 قرش. كيف رأيت أداء هذا السهم وما المتوقع له في الفترة القادمة؟ أسعار القلعة الحالية بعتقد أيضا هي مستويات متدنية، كسرنا حاجز المستويات 21 خلال الأسبوع الماضي أو تداولات تحت المستويات 21، أنا بعتقد أنها استثنائية. مستويات حالية أنا بعتقد أنها مستويات شراء ونزلة بالنسبة للقلعة، بتتداول في منطقة تشبع بيعي بالنسبة للأسعار حالية. دعوم بالنسبة للقلعة الأسبوعية موجودة عند مستويات 2 ومستويات 98، مستويات المقاومة الأسبوعية عند 1.18 و1.30، اخترقنا حاجز 1.30 خلال الأسابيع القريبة القادمة، هيغير اتجاهه الهابط لاتجاه صاعد جديد. عند مستهدف في الأجل المتوسط بالنسبة للقلعة عند مستويات 1.70، ما زالت التوصيات لبناء مراكز وإعادة الشراء فوق مستويات 1.30 وانت مواقف حاجز 1.30.
نعم، الأستاذ نبيل بيرم رئيس قسم الأبحاث بشركة المجموعة السويسرية، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة. متابعينا، شكرا بهذا لكم. تنتهي حلقة اليوم من برنامج أسهم واتجاهات، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.